لكل اللي ما بيعرفوا شو هو البلوج، اكيد مايا موجوده وحاضره بهيدي الفقره لحتى تعرفكم على البلوج وكيف نعمل البلوج وشو هو البلوج من الاخر يعني بوقتها. صباح الخير. هاي كيفك مايا؟ الحمد لله تمام. هاي. اوكي، اليوم لكان الموضوع راح يكون كله على البلوج. يعني أول مرة نحن اليوم نحكي عن البلوج، خلينا نشوف سوا كيف وصلنا لموضوع البلوج. نحن من أول ما بلشنا تعلمنا كيف نفتح إيميل، تعلمنا ندخل على جوجل، على ويب سايت، تعلمنا شو يعني ويب سايت، وهذا الشيء بيوصلنا لموضوعنا اليوم يلي هو البلوج. يعني آخر حلقة شفنا فيسبوك بيجز، فيسبوك عالم كبير لحاله، ونفس الشيء البلوجز كمان عالم كتير كبير لحالهم، ونحن رح نمشي معكم خطوة خطوة تنصير نفهم شو يعني بلوج وكيف بيشتغلوا هالبلوجز. خلينا نشوف قدامنا شوي هالرسمات او هالاحرف. أوكي. يمكن عالم عم يشوفوهم اول مره مش رح يفهموا شو هن. عم نشوف سيني مثل لون اورانج في عليه هيك مثل موجات، شو معناتهم كل هالقصص؟ من هلا لاخر الحلقه ان شاء الله بتكونوا فهمتوا اكثر، وبس تشوفوهم بتعرفوا انه هيدا الشيء خاصه بموضوع البلوجينج. شو يعني بلوج؟ شو يعني بلوج؟ هيدا سؤال بنسمعه كثير. يعني هلا مع الميديا حتى على التي في بالمجلات بنسمع عالم عم بيحكوا عن بلوج، او بالعربي البلوج مدونه كمان بيسموها. صح، هيدا هي. شو يعني هالبلوج؟ هون عم نشوف بنت ماسكه جريده وعندها جرايد ومجلات قدامها وضايعه الطاسه، يعني في 100,000 شيء تقرا منه. وهون هيدي قبل، وبعد عم نشوفها ماسكه ايباد. وين راحوا كل هالمجلات؟ بقلب الايباد. يعني اذا بدنا نفسر ببساطه اكثر، البلوج هو مثل جريده او مجله بتطلع كل فتره وقت اللي الشخص اللي عم يكتبه بده. يعني هيدا الشيء مين عم يكتبه مش صحفيه، اشخاص مثلي ومثلك. يعني هو في يكون شيء طريقه للواحد يعبر عن رايه، عن فكره، عن شو عم يعمل هلا، حتى في يكون يعني بس انه مع بلوك مدونه كبيره. هي هي، هلا رح نشوف قد ايه واسع هالعالم وقد ايه فيهم العالم يعملوا اشياء بالبلوج. شو عايزين تيكون عندنا بلوج؟ أوكي. أول شيء عايزين بلوجر، شخص بده يتابع هالبلوج وبده يهتم فيه. يعني مسؤولية الواحد يكون بلوجر، عم بيعطي معلومات للعالم كله يلي على الإنترنت حتى يقروها. بس وين هو المفروض ينزل البلوج؟ ما هلا، تاني شغلة عايزينها هي كمبيوتر يعني أو لابتوب أو تابلت موصول على الإنترنت. يعني بدنا إنترنت، ومثل ما صرنا شايفين كذا مرة الكمبيوتر فينا نحط محله آيباد أو تليفون سمارت فون. أكيد. كلهم هودي بيسمحوا لنا نعمل بلوجينج. وآخر شيء وأهم شيء بدنا فكرة أو معلومات بدهم ينحطوا على هالبلوج. أوكي. بس يكون عندنا كل هالقصص بصير عندنا صار فينا نعمل بلوج. شو في بقلب هالبلوج؟ في كثير عالم مرات بيعملوا أغلاط، بيقولوا إنه شفت البلوج اللي حطيتيه اليوم. غلط، بيقولوا شفت البوست اللي حطيتيه اليوم، لأنه البلوج هو مكون من بوستات، وكل يوم أو كل جمعة البلوجر بيزيد بوست جديد عليه. شو بيقدر يكون هالبوست؟ بيقدر يكون مقال كتبه، بيقدر يكون صورة صورها، بيقدر يكون فيديو، او حتى بيقدر يكون اخبار حدا ثاني كتبهم ونحن عم ننقلهم على البلوج عنا. يعني شوف شو واسع. صح. وهلا نحن بنشوف سوا يعني هي والحلقه ماشيه كذا انواع بلوج وكيف فينا نطبق هالبلوجينج على اشياء كثير واسعه. وهون الشغله الاساسيه انه كل العالم صارت صحفيه او كل العالم صار فيها تعبر عن رايها بحريه. قبل كان بدك تكوني موظفه بمجله او بجريده تتكتبي، هلا في ويب سايتات مفتوحين ببلش لكل العالم، لحيلا حدا عنده فكره براسه او عباله يقولها بيقدر يفتح بلوج ويحط رايه، وحيلا حدا زهق من الاخبار اللي دائما بتنعاد هي نفسها وبده يحكي اكثر يعني بشيء انساني، شخص مثلي ومثلك هو اللي عم بيكتبهم، فانت صح. بتلاقي حالك فيهم اكثر وبتنبسطي فيهم اكثر. 100%. خلينا نبلش، اول شيء في شيء عندنا اسمه ووردبريس يلي هو www.wordpress.com مثل ما عم بتشوفوا قدامكم. هيدا يمكن اقدم شيء واكثر شيء بيستعملوه العالم تيفتحوا بلوج. انتم اذا بدكم بلشوا فوتوا تفرجوا، بس نحن اكثر رح نفوت فيهم بالتفاصيل بالحلقات القادمه. ثاني شيء عندنا هو بلوجر. بلوجر هو شركه عملته جوجل، حكينا عن جوجل قبل بمره، كمان بيستعملوه بس اقل. وهلا اجدد شيء في عندنا تمبلر. تمبلر هو أهين شيء للاستعمال، يعني معمول بطريقة للأشخاص اللي هيك بدهم يحطوا صورة، بدهم يكتبوا جملة صغيرة يحطوها، وكتير هين يعني التابعي. مش شيء يعني كبير، مقال أو مدونة كتير كبيرة قصدك التمبلر؟ فيك إذا بدك وفيك تحطي جملة، يكون شيء كمان فيك تحطي جملة حبيتيها إيه لحدا تحبيه كاتب او شيء. يعني تخيلي قد ايه واسع هالعالم. هلا في شغله بنسمع كثير بالاخبار ببلدان معينين انه بلوجرز انحبسوا وتعذبوا لان عم بيحكوا عن اشياء سياسيه. يعني هون بالمنطقه كثير في فكره انه البلوجينج والسياسه كثير موصولين ببعض، بس هالشيء
منه صحيح لانه البلوجينج عالم كثير واسع، وهلا رح نشوف انه مش بالضروره ابدا نكون عم نحكي سياسه، بالعكس فينا نحكي عن مواضيع بتهمنا او خاصه النسوان. يعني انا بحب شوف بلوجات بيحكوا عن الموضه، بيخبروك بيحكوا عن الفلومه اللي نازلين، بيحكوا عن الطبخ، وهلا رح نشوف كم مثل بلوج لبنانيه بيحكوا عن كل هالمواضيع. وحلو كل يوم يعني الاخبار بتكون جديده، يعني صح. مثلا قطع الطريق طازه يعني ايه، مثلا في بلوج رح نشوفه هلا شو بتعمل، بتروح على الطريق كل ما ينزل دعايه جديده بتعجبها بتصورها وبتحطها عندها على البلوج. حلو، بصيروا العالم يفوتوا ويعلقوا، يعني بصير عندك جروب اصحاب يمكن من ورا البلوج وعم بيتشاركوا افكار واراء سوا مع بعضهم، وشي حلو كثير يعني كثير، وهن بيكونوا بيحبوا نفس القصص. خلينا نشوف سوا كم بلوج. هيدا بلوج اسمه ايفي سيز مثلا، هي بنت لبنانيه ما حدا بيعرف مين هي، عندها شخصيه. هي شغله حلوه، يعني اذا شفنا اخر مره حكينا عن الفيسبوك انه ما بقى عندك خصوصيه، بالبلوجينج غير شيء، فيك تخلقي انت اسم فني لإلك اذا حابه تحافظي على خصوصيتك وتعملي بهالاسم، يعني مسميه حالها ايفي ما حدا بيعرف مين هي، بتحكي عن كثير مواضيع، يعني عم نشوف هون بتحكي عم فاشن شوي ايه، عم تعطيكم افكار شو فيكم تلبسوا على هالوين، موضه تعطي رايها هيك بقصص حلوين، او مرات بتحكي عن مشاكل بيواجهوها البنات اللي عايشين بلبنان على الطريق، اذا بنت مشيت لحالها او هيك اشياء، يعني بتحكي عن مواضيع بتهم او عن الشباب او مرات جوسبينج، يعني كثير مواضيع واسعه، يعني شيء مش عم تتطرق ابدا لسياسه ابدا، وبتحكي قصص عن الفن مثلا، هون عم تحكي عن مسرحيه طالعه جديد، او مثلا هون في غنيه شخص عم بيغني وائل كفوري لابس تيشيرت، هي عم تحكي مثلا هالتيشيرت انا برايي كان في لاقي احسن منها، يعني هيك قصص بتسلي وقصص يمكن بيصيروا بياخذوا بيعطوا مع بعض الاشخاص، يعطوا رايهم اذا كانوا معها او ضدها يعني كمان. مزبوط. وهيدا بلوج ثاني اسمه بلوج بلدي، اسمه لحاله بيفسر لك شو هو، يعني بلدي شو عم بيصير حدنا كل يوم بلبنان، بيحكي عن شو ما في مواضيع، اخبار جديده، اشي حطوها على التلفزيون بيعطي رايه، صور حلوه عن لبنان، يعني عالم كثير واسع كله عن لبنان، وهيدا الشيء حلو انه بيعطي صوره للبنان حلوه، يعني العالم اللي عايشين برا مرات بيفكروا لبنان انه بلد حرب او هيك، بس تفوتي على البلوجز بتشوفي الاشخاص مثلي ومثلك كيف عايشين حياتنا كل يوم، صح. يعني في حقيقه كثير حلوه، عايشين حياتهم كل يوم عادي بالضبط، يعني بصير عنا اوقات حرب ونرجع بنعيش حياتنا طبيعي نرجع بنكمل لما كانه ما صار شيء يعني. هيدا بلوج ثاني اسمه اولد بيروت او بيروت القديمه، هيدا على تمبلر معمول، حكينا عن تمبلر قبل شوي، هيدا بس بحط لك صور من بيروت من الخمسينات والاربعينات كيف كانت من زمان بيروت، وكل يومين ثلاثة بيحط صورة جديدة، فبتصير العالم يعني بينطروا بدهم يشوفوا شو في اشياء جديدة من وين عم بجيب هالصور الحلوة. بنلاحظ هون مثلا صور قديمة لبيروت كثير حلوة، فإذا على بالكم تفوتوا بتفوتوا oldbeirut.com وكل فترة بيطلع لكم شيء جديد، هيدا الحلو بالبلوج إنه عايش كل يوم عندك كل فترة بيطلع لك شيء جديد. معلومات جديدة. غير انواع بلوجز عندنا مثلا هيدا اسمه انيس ليتس توك اباوت موفيز، بيروح على السينمايات اللبنانيه بيحضر فلومه وبيجي بيعطينا رايه، هو حاطط انه انا بتعذب بحضر فلومه توفر عليكم، اذا فيلم مش حلو بقول لكم ما تروحوا من الاول من الاخر يعني، فصار عنده كثير عالم بينطروه مناطره، يعني بتفوتي عنده على البلوج بتشوفي شو رايه بهالفيلم على بالي احضره ولا لا، وبتعرفي شو في هلا بالسينمايات من ورا البلوج تبعه. تنشوف غير قصص مثلا في عنا بلوج عن الدايت، هلا هول انت مثل بتلاحقيهم او بتخليهم يكونوا موجودين عندك هول الاشخاص ولا هيدا الحلو بالبلوج أوكي. انه انت فيك تزيديه عندك، بنشوف اكثر بالتفاصيل بغير حلقات، بس فيك تفوت عليه كل مره بتلاقي شيء جديد بتخلي الويب سايت اسمه عندك وكل ما تفوت عليه بتلاقي شيء جديد، ما ضروري انا انطر منه هو القبول انه بده يكون عنده أبداً. ام لا في فوت هيدا عنده ويب سايت مفتوح للكل اوكي، بس هذا يمكن لانه في خصوصيه في أكيد. ما يكون عم بحط اسمي وصورتي و فيك تحطي تخلق شخصيه منا لإلك تخلق شخصيه اوكي، وانا اذا حبيت لكان الموضوع اللي بيحكي عنه هذا الزلمه في يكون بتصير تتابعي مش ضروري تكون عارفه مين، يمكن تتفقي معه يمكن ما تتفقي معه. هون مثلا عندنا بلوج عن الدايت عم نشوفه اسمه بوان الالين، هون عندنا بلوج طبخ، في كثير اشخاص بلشوا من بلوج وعملوا كتب طبخ وصار عندهم يعني انشهروا من ورا البلوج، يعني تخيلي شفنا كذا انواع بلوج كثير واسع، عالم كثير واسع، وهلا رح نشوف ريبورتاج كمان عن بنت اسمها لورين عطوي عملت بلوج لقضيه كثير حلوه، خلينا نشوف الريبورتاج يلا صار. اكيد واحدة من قرايبينك كانت مصابة بالبرست كانسر وسألتها عن الويك ستاند تبعيتها
وحبيت كثير انه هيدا الويك ستاند كانت عم تمرق على كذا بيت على كذا مره وهن مرقوا لبعض كمان يساعدوا بعض بالمعنويات. فحبيت القط هالشغله واعمل منها بلوج كمان غير عالم يعرفوا شو عم بيصير والقصص بين هالنسوان اللي عم بتصير. بلوج فتحته 5 جانوري 2010 من وقتها لهلا صار ان جي او. هلا هو بما انه وان ويك ستاند بلش كبروجكت العالم يخبروا قصصهم، كل ما وحده حابه تخبر عن تجربتها، تجرب تساعد غير مره مصابه كمان بالبريست كانسر، تحكي معنا ونحط لها قصتها وما ضروري حتى تخبر اسمها يعني. كنا كمان نعمل قصص على الارض توعيه، نروح مع كولورد ويكس يعني شي لون احمر، شي روز، شي اشقر. ونمرقوا على الحفلات يعني يكون شباب صغار كمان وعيهم على البريست كانسر يتصوروا بالبيريكيت ونحطهم على الويب سايت تبعتنا على البلوج. بعدين عملنا فاشن شوز بلبنان ودبي. اللي عملناه هو كان براوز فور ا كوز، عم نبيع كولكشن هي اسمها لوك جود فيل جود كولكشن يلي كل البروسيدز منها بيروحوا للبريست كانسر ان جي او. هالسنه برمنا التركيز من البراوز والتي شيرتس للويجز، يعني حابين نقدر نجمع بوني تيلز نعمل ويجز للمصابه بالبريست كانسر بس مش قادره تتكلف الحق تبعها. هلا هو وان ويك ستاند كبلوج ساعدنا كثير نوصل للعالم برا. من كم شهر اجانا كمان ريكوجنيشن انه وير ذا توب ون اوف ذا توب 23 بلوجز على healthline.com يلي بيعملوا سيلكشن لكل البلوجز عن البريست كانسر. بشجع حيالله مره يلي عندها الرغبه تكتب وتفسر عن مشاعرها خاصه اذا شيز ا بريست كانسر بيشنت تفتح بلوج كثير هين في وورد بريس في تمبلر بتحس حالها اقل لحالها لما تكون عم تكتب اونلاين لانه في عالم رح يقروا رح يكون عالم عم يشجعوها وعالم مرقين بنفس المرحله رح يصيروا يعملوا لها كومنت يرفعوا لها معنوياتها. حلو شفنا كيف يعني فينا نستعمل بلوج لقضايا لمواضيع كثير مهمه لازم نغطي عليها اكثر ولازم أكيد. توصل لعالم اكثر يعني تنتشر اكثر يعني عبر البلوج هيدا الشيء بيساعد بالفعل. اكيد كثير حلو حبيت. هلا بحب اطلب من كل اللي عم يحضرونا مثل العاده اذا عندكم اشياء حابين تعرفوا عنا اكثر اسئله عن كل شيء خاصه بالسوشيال ميديا بالانترنت بالبلوجينج مواضيع حابين نحكي عنها ابعثوا لنا ايميل على بوقتها@future.com.lb ونحن ان شاء الله بنحكي عن هالمواضيع بالحلقات القادمه. اكيد انا بدي اتشكرك مايا وهلا اخر محطه معنا بس بعد الفاصل الاعلاني هي محطه ورشه ملح مع الشيف شادي رجعيكم.